ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة هنتعرف على حرف جديد من حروف الابجدية، وهو حرف التاء. تعالوا نرحب بحرف التاء ونشوف الكلمات اللي بيجي فيها الحرف ده. دي اول صورة عندنا، دي صورة فاكهة جميلة ولذيذة كلنا بنحبها وبنحب طعمها، وبتبدأ بحرف التاء. ايه هي يا ترى؟ شطار، تفاح. انا بحب التفاح، وانتو كمان؟ طيب والصورة دي يا اصدقائي، دي كلمة برضو فيها حرف التاء وبيجي في النص. زيتون، برافو عليكم يا اصحابي. الزيتون كلمة بيجي فيها حرف التاء في النص. طيب والصورة اللي قدامنا دي بنوتة جميلة فيها حرف التاء، كلمة بنت. كلمة بنت التاء بتيجي في آخرها. طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الحرف الناقص من الكلمة دي. دي فاكهة جميلة وطعمها حلو وبتتعمل عصير. الكلمة دي هي كلمة برتقال. برافو عليكم يا أصحابي، كلكم شطار. كلمة برتقال التاء بتيجي في منتصف الكلمة. طب تعالوا أختبركم، هنا الصورة دي بتعبر عن حاجة إحنا بنقرأ فيها، إيه هي يا ترى؟ آدي الكلمة وناقص منها حرف، الشاطر فيكم اللي هيعرف ويقولي. وأسيبكم دلوقتي وأشوفكم المرة الجاية.